حياكم الله ايها الاخوة والسادة الكرام بمقطع جديد، وشكرا لدعمكم وتفاعلكم. اليوم معانا ناس مقدمين لكم جيف اوي بسيط قبل ادخلكم بالمقطع على طول. الجيف اوي هذا منهم، ناس تكلمنا عنهم مرتين قبل واغلبكم يعرفهم. براول ستار يا جماعة الخير لعبة جوال مجانية 3-3، تقدر تلعبها لحالك او مع اخوياك ضد ثلاثة. واللعبة الشهر هذا مستانسين وقرروا يقدموا لكم جائزة بسيطة. ليه مستانسين يا احمد؟ لان الشهر هذا شهر 8 هو ذكرى ميلاد الشخصية المعروفة اللي اسمها بيت. ورحت ابحث من هو بيت هذا من اللحية، دخلت وحصلته وجربت ألعب فيه جيم زي ما هو طالع قدامكم. وطلع بيت هذا رجال طيب، الهيل حقه كثير ويقدر يطلق من بعيد، بس عنده مشكلة واحدة هي اللي زعلتني، إن الشخصية مرة بطيئة. يعني مو مرة، بطيء شوي لكنه قوي. في الجماعة الله يعطيه معافية مسوين ذبيحة ومسوين جيف أوي لكم، والجيف أوي بسيط جدا. إذا أنت أوريدي محمل اللعبة أمورك طيبة، لكن إذا ما حملتها في رابط تحت، رابط حقي أنا، تضغط عليه وتصور اسمك في اللعبة زي ما هو ظهر لكم. هذا اسمي اللي أبغى يضيفني يعني. فإذا صورت اسمك أكتبه تحت في الكومنتات مع حسابك بالانستغرام عشان يتواصلون معك. راح يسحبون على $1000 يا جماعه، والجوائز عباره عن بطاقه جوجل بلاي واب ستور. انت وحظك، وان شاء الله انكم تكونوا من الفايزين. كل والله نيوشت يا جماعه، ازمن في البوش شوي. 3-2 تكون 1 يا عمري. ليتس جو. الله يعطيكم العافيه على دعمكم يا اخوان، لا تنسونا من اللايك والاشتراك ومشاهده ممتعه للمقطع، ولا تنسون اكيد اس اكس بي. شكرا لكم. قبل تقريبا 28 يوم بالضبط، اليوم احنا في نهاية الشهر قبل الدراسة باسبوع، بديت واحدة من بثوثي. قلت يا جماعة راح اسوي مسابقة بسيطة بيننا حقين البث مباشر، $200 للمركز الاول بافضل ما بيصممه عني او فكرة ما بتكون حلوة. وشاركوا ناس جدا كثار يا جماعة، واليوم راح نستعرض معاكم مابات الناس اللي جدت تسويها اكثر من 20 يوم، وباذن الله راح تكون سلسلة عندنا بالقناة. واليوم راح نشوف مابات، والمقطع الجاي اذا عجبكم هذا المقطع راح يكون في جزء ثاني. ما يحتاج اوصيكم يا جماعه، دعمكم الفتره الاخيره والله العظيم من خير واحد ما يقدر يتكلم. لا تنسون اللايك والاشتراك، وسمي بالله اكيد طبعا اس اكس بي ما راح يتكلم، انتم عارفين. وندخل نشوف المابات. شونج اكس بونج شكله مسوي الغرفه، خلينا نشوف. اوكي عندنا الماب الاول، هذا لك هذا انا، الله يرضى لي عليك. تكفى اذا كانت بدايه هذا انا ما ادري ايش بتسوي لي بعد شوي. طيب ليش مختفي الان؟ انا ويني؟ انا بغرفه معاكم شونج اكس بونج كل يوم ابث منونو لايف، اوكي ما عدا يوم الجمعه. احسنت، ممتاز الى الان، ممتاز، مشاهده ممتعه، الله يعطيك العافيه. يقول لك هنا في عندنا 3 ازرار، الباسورد 1-1-2-2. اي هذا رقم 2. اوه حلوه الانتقاله، حلوه. طيب اللي متضح لي يا عيال انها الغرفه حقتي، وراح نشوف مع بعض هي نفسها او لا. يقول لك باد للكيبورد. طيب او اقدر اطير، نايس. اوكي 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 ممتاز. الكنبه الغرفه حقتي، ايش مكتوب هنا؟ بمغسلة السكس بي ان، ملابس لانها بالمغسلة، تمام. كاب رايد على كيف امين. وين كاب رايد يا الغالي؟ ما في كاب رايد. اوكي هذه يعني انها المشروبات اللي عندي، عطور يلا مو مشكلة. الايادي بروتين لس. والله اني صادق يا عيال، والله اني حاطه بروتين للزينة هنا الصدق. تسيبونه هذا البروتين وينه؟ هذا للزينة صراحة يعني. الى الان ما فتحته، والله قهر. واخر واحده ما فيها شيء. طيب في اشياء الى الان طبعا في تقييم، اوكي؟ انا بعطيه على الاشياء اللي صدق موجوده زي البروتين للزينه صادق، كاب رايد وهذه الاشياء مي موجوده. يجعلك بالجنه والله، يكثر خيرك ويزيدك. هذا انا الحين قاعد يا رب العباد، يا رب العباد. هذا الحين انا يعني وجالس. والله عبيد اللي سوى الماب هذا، قسم بالله انه عبيد، بس انه الرسم يعني حلوه. هاي تحسب له، هاي تحسب له. طيب خليني اشوف ايش مسوي. دقيقه، الكيبورد مزازه، مزازه هذه الكيبورد ما فيها الا حرف الاس بس، يلا مو مشكله. سماح ماكينه صبغه حق التحدي الحلاقه، قصة الطفل، لا نفس اللي موجودة والله، والله رجال والله. اوكي اللمبة هذه مين موجودة؟ اعلان غير مدفوع، هذا وش؟ ما عندنا الشيء هذا موجود هنا. المكسر مكانه مو بصحيح، مكان المكسر هنا انا حاطه المكان، بس الطاولة يعني تقريبا تصميمها نفسه. اضغط حرف الاس. ممتاز. الباسورد. اوكي نونو لايف، نونو لايف، هذه نونو لايف. ان انتر.
والله رهيبة، والله رهيبة، حبيت الحركة هذه قسم بالله اني حبيتها. تيك توك كل اسمي شقطع يا ليل، التيك توك ورانا وكل مكان. هذا من هو؟ مصطفى الحلاق. حلوة هذه، حلوة يا عيال، هذه حلوة يا عيال، والله حلوة حلوة حقت السلك. طيب بسم الله، خلصنا الماب الأول ونشوف الماب الثاني الحين، والتقييم بيكون بالنهاية. نذكر 200 دولار المركز الأول. صار مابات دحوم، مابات السكس بي ستوري. أوكي في شيء جديد هنا. الله أكبر، ملاحظة مهمة، شخص واحد يلعب الماب. أوكي، فكرة الماب عليك أنك تضع كود السكس بي في المتجر العناصر، أحسنت، ولكن سوف تواجه بعض الصعوبات، لذلك ركز في الإشارة الموضوعة في الماب. أرفع صوت الموسيقى إلى 30. يقولك المهمة الأولى تجيب حرف الاس، الثانية اكس، الثالثة بي. بعد ما ترجع كل حرف إلى متجر العناصر تخلص الماب كامل. يعني أجمع حروف الكود في مكان واحد. يقولك المهام 1 2 3 4. تحدث. أوكي عليك الضغط على اس اكس بي في متجر العناصر. أوه الذيب، ليش تشيل كود اس اكس بي قدها؟ إيش بيصير؟ لا والله اني ماني قدها وخسي، والله اني خسي اشيله. رجع الكود على خشمي، كيف ارجع الكود؟ طيب كيف ارجع الكود؟ جمع الارقام، جمع الحروف الان. اوكي فهمت. باركور، هذا اللي ما حسبت حسابه، يا رب انه سهل ومو بصعب. اوكي هذا حرف الاس، يا عيني يا عمري على السهوله، يا عمري عطني اياه. هذا ليش؟ اوكي رجعنا الاس، حلو. الحرف الثاني، بس ايش في اربع ارقام؟ ليكون في حرف زياده. مسالم عليك اخذ حرف البي. جندي هناك من سرق حقيبه لا تخص، ابحث عن الحقيبه وسوف ادلك على حرف الاكس. حرف الاكس، طيب ابحث عن الحقيبه. انت مسالم صح ستيف؟ ها مسالم ستيف، انا لست من سرق الحقيبه لكن ربما غضبان من سرقها. بيض الله وجهك، داري انك وافي وعلمك غانم. من اللي خذاها؟ انا العن ابو شكله غضبان. هو الغضبان ابن الكلب غضبان، انا لست سارق. طيب وين الكود؟ هذا هو الحرامي صح؟ هذا الكسان هو اللي مزبنه صح؟ كسان، انا لا اعرف. مجنون انت؟ وش انا لا اعرف؟ انا لا اعرف، يعني مخروش قال لك. مبسوط بنفس الوقت توترت. ايوه اوكي رجع لك. اعطاني رفت، خلاص استخدم الرفت. اتوقع اني استخدم الرفت. خلينا نجرب. اكملت المهمه، اذهب الى المهمه التاليه. اوكي جمعت، هذا لسه موجود. اوكي. باركور ذا ولا وش؟ سرعه، هذه من يومني ايام رمضان اللي كنت بتويتش، وانا اضبطها صح، ما عمري طحت فيها، والله راح اطح فيها. والماب هذا ماب كودي، وانا ابو محمد، وشغل لي شيله. كوبي رايت، خلاص يكفي. هديها. انا ادري ان بقى خلاص ما بقى حاجه، هديها. خذ اسلحه وانقذ مدينه السكسبي على خشمي. والله انك تبشر، بس سعد انا ابو محمد، ان ما حد يجي المدينه وانا موجود. اي والله ما حد يجي المدينه وانا موجود. لا الكود خط احمر، والله ما حد يجيها ورب المصحف. هذا من وين طلع لنا؟ تهينا لك، لقد انقذت المدينه واستعدت الكود. الله اكبر. اكبر يا دحوم، والله العظيم برافو، قسما بالله حلوه الفكره، والله حلوه. هذا كلب الودود خلاص ما عاد بيهجم علي، اللي ضبطته. لا والله انه بيهجم علي. اجد يا الكلب، اجد. الماب الثالث يا اخواني الكرام، نسمي بالله الرحمن الرحيم ونشوف ماب للمتعه. هذا الماب نجربه، بسم الله. راح ناخذ رحله بسيطه حتى يتحمل الماب كله. تمام يلا ما في مشكلة. وبالتحريات، السلام عليكم، كيف حالكم يا حلوين؟ الماب عبارة عن 4 أبواب، وكل باب فيه فكرة تختلف عن الثاني. الباب أول تحريات، خمن البلد من الأكلة، هذه ممكن تكون حلوة. بسم الله، شباتي، برياني، هندي. سريع الأكلة. مستحيل أغلط، مستحيل. مسخن فلسطين، إنه كان مسخن أول، هو مسخن، المغرب مسخن، منهم عليه من اللحية هذا مسخن.
الأردن فلسطين يا عيالي. مندي المندي اليمن 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 ملوخية بالأرانب ملوخية بالأرانب مصر 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 المقلوبة 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 السعودية 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 مقلوبة عندنا مقلوبة عندنا الأردن. أوه فلسطين كل شيء. المسكوف من المسكوف هذا وش وضعه؟ مسكوف مسكوف العراق عارفها شفته مرة. اللخم اللخم كلمة سورية اللخم بن عمي أيوة اللخم هنا اللخم 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 بزاف بزاف عليك صح المغرب بزاف أصلا الجزائرية والله أبو يمن ما قلت لنا عندكم التاكو التاكو مكسيكانو مكسيكانو بسم الله المنسف الأردن الأردن وديني الأردن الشاورما شاورما سوريا تركيا تركيا شاورما الطاجن الطاجن عند بن عمي بن عندي لبنان بن عمي بن عمي بن عمي جزائر يستاهلون هو مو عزيمة أحمد كيف أمك حلو حلو لا هذا حلو لا هذا حلو حلو حبيته في أكل وأنا جعت. أنت وصلت إلى مقهى الإنترنت كل آلة تحمل لعبة عليك أن تقوم بتجربتها بالضغط على جنب كراش نايس نايس وين بردقة والشباب الطيبة هو بردقة وقف هنا وقول جوابك قبل صوت الزر بردقة بسم الله كذا بس اللعبة قول وش كراش اوكي كراش اوكي اوكي فهمت النظام رهيبة ماريو 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 جامدة 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 هذه ماريو ماريو ايزي هذه ايزي اوكي نايس 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 كراش ماريو اوكي طيب اللعبة الثالثة بيبسي مان بيبسي مان والله رهيبة مرة بيبسي مان حط لي بيبسي بعد اي بيبسي مان اوكي والله رهيبة مرة ابغى زيادة هذي ايش what the يا عيال واضحة كرسم بس مو برغمة فورتنايت فورتنايت والله مو برغمة ولا مو برغمة فورتنايت يعني هذه 50% الإجابة مو 100% أعرفها جراند يا جراند يا عيال جراند جراند والله جراند يا عيال اقسم بالله اصفق والله اصفق على الفكره هذه اللعبه هي جراند والله جي جي بقي شيء ما لعبناه تكفون ابغى العب زياده والله مره حلوه اغنيه القراصنه الى هنا وصلنا لنهايه المقطع لا صح الفايزين الان يا جماعه الخير في بعد 10 اشخاص زياده تكفى له والله طيب يا جماعة اللي اتضح لي الآن ان في مابات زيادة 10 اشخاص مسوين 10 مابات فاذا تبون جزء ثاني اكتبوا لي تحت والتفاعل المرة يهم عشان اعرف طلب واحد ايها الاخوة الكرام والسادة الطيبون سيتم الان عن التصويت بالمركز الاول والجائزة $200 هل انتم جاهزون ايها السادة الطيبون على نونو لايف سيتم التصويت 5 دقائق ابتدى التصويت الماب الاول اللي كان عبارة عن ستب تقدم الماب الثالث تقدم مهيول الاول والثالث المنافسة بينهم فرق 700 صوت الثاني برضو قاعد يسوي ريمونتادا ويحاول انه يتقدم مازال السباق مستمر المركز الثالث المقدمة ب2000 صوت المركز الاول ب1000 صوت الى الان الثاني هو الاخير ويعتبر ب500 صوت وبالمقدمة الثالثة ايها الاخوة والسادة الكرام سيتم الان جمع الاصوات وتحديد المركز الاول بالجائزة $200 وبالاثناء هذه حابين نقول لكم ان هذا المقطع يا جماعة الخير برعاية الشركة والراعي الرسمي للعبة فورتنايت SXP أيوة زي ما هو مهضكم تحت مين بالشاشة وتروح تتأكد أنك حاطة عزيزي وعزيزتي المشاهدة الله يسعدكم ويكثر خيركم شكرا لكم تدرون شلون دامني مروق
كلكم فايزين من اولكم لاخركم، وكل واحد راح ياخذ جائزه. الف مبروك لجميع المتسابقين والمشاركين يا جماعه الخير. ختاما صلوا على نبينا محمد والله يسعدكم، واذا تبون جزء ثاني اكتبوا لنا تكفون تحتنا، باقي ناس كثار اكتبوا لنا واعطونا رايكم، وصلوا على نبينا محمد في الختام مره ثانيه، واسكس بي دائما وابدا، والى اللقاء.